العين بودكاست. أهلا بيكم. لو حبينا نقسم جمهور البرامج الاقتصادية لثلاث فئات هنلاقيهم كالتالي: ناس معاها فلوس زيادة ومش عارفة تعمل بيهم إيه، ودول اللي بتعمل لهم حلقات زي إزاي تستثمر فلوسك في الذهب في الشهادات والحاجات دي، وناس تانية معاها فلوس على القد بس عايزة تحافظ على اللي معاها والميزانية ما تخرمش منها، ودول اللي بتعمل لهم حلقات زي إزاي توفر وتقلل من الصرف وإزاي تظبط الميزانية إلى آخره. وفي بقى طبقة المهمشين، ملح الأرض، الناس اللي الدنيا جت عليها جامد، المديونين، واللي تقريبا برامج البيزنس ما بتركزش معهم قوي عشان ما بيجيش من وراهم مصلحة. يعني لو البرنامج فيه سبونسر أو اللي بيقدمه بيروج لسلعة معينة، اللي بيتفرج هيقولك مش لما سدد اللي عليا الأول وبعدين تقول لي اشتري إيه. بس ده كان زمان، أنا قلتلكم من بدري أنا متفقين إن أنا منكم والبرنامج ده ليكم. ومين فينا ما اتضايقش وهو داخل على جواز، ولا ما اتضايقش وهو بيجهز اخته او بنته، ولا لقي نفسه من ارتفاع الاسعار دايخ في دوامه الديون ومش عارف يخرج منها. الحلقه النهارده للمديونين، فتعالى نشوف سوا احسن الطرق ونعمل خطه بسيطه نقدر بيها نتخلص من الديون اللي علينا واحده واحده. فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. معاكم محمد كامل، ودي حلقه جديده من عرض وطلب من العين بودكاست. عارف لما تكون بتاكل ويقع تحت درسك حبهان من اللي في الاكل؟ احساس وحش قوي. تخيل بقى ان انت عايش حياتك كلها دايس على حبهان، اهو ده اللي بيحسه بالظبط الشخص المديون، على طول قلقان ومقريف ومفيش في دماغه غير حاجه واحده، هيسدد اللي عليه ازاي. الدين بيسيطر على حياتك لحد ما بيتحكم فيها، زي ما بيقولوا عليه قب حدين، فهو هم بالليل ومدله بالنهار، وكل قراراتك مهما كانت صغيرة أو كبيرة بتبقى مرتبطة بيه، من أول قرار إنك تركب ميكروباص ولا تاكسي لحد ما تحدد تاكل لحمة كم مرة في الأسبوع، إن ما كانش في الشهر كمان. لازم تختار القرار اللي هينتج عنه في الآخر إنك تسدد قسط الدين اللي عليك في ميعاده. في حدوتة قديمة كده عن المية السخنة والضفدع، بدور عليها وإقراها عشان تعرف حاجة مهمة، إن ما ينفعش تستهلك طاقتك كلها في التأقلم مع أوضاع صعبة، وإمتى إنك تقرر تنقذ اللي تبقى منك ومن حياتك. وبغض النظر إنت اتدينت إزاي، بلاش نتكلم في الماضي، إحنا ولاد النهاردة. تعال نشوف الأول ليه لازم نخرج من دايرة الديون، وبعد كده نشوف إزاي نخرج منها. أقساط التلاجة ديون، وأقساط الفيزا ديون، وفواتير الكهرباء والماء المتأخرة برضو ديون، فاوعى تستهتر بيهم وإلا هتلاقي نفسك غارز ومش عارف تطلع. المهم يعني ناس كتير بتستصغر الحاجات دي وما بتحسبهاش كديون، لأن الكلمة دي مرتبطة في الأذهان بالسلف والاقتراض من الغير وصورة الديانة اللي بيخبطوا على الباب زي الأفلام القديمة، فلازم عقليتك وتفكيرك يتغيروا عشان نعرف نعدي الأزمة. يعني أي حاجة ما دفعتش تمنها بالكامل معناها أنك مديون بيها ولازم تتخلص منها أو من اللي تبقى من تمنها، عشان حاجات كتير. اولا عشان راحت بالك وحياتك تبقى ابسط، ما تبقاش مضطر انك تحسب كل شويه انت عليك فلوس كام والمين وفاتوره ده تدفع امتى وتفكيرك على طول مشغول. تاني حاجه علشان يبقى عندك كاش فلو او تدفق نقدي اعلى، لما تشيل دين من اللي عليك هتحس كده انك معاك كاش زياده، يعني جيبك عمران، ما هو انت مش هتبقى مضطر تدفع اقساط بقى، الفلوس دي هتدلع بيها نفسك او هتحطها في اولويات جديده، يعني هتبقى مبسوط، يبقى العقل بيقول تخلص من الديون وتنتعش. تالت حاجة عشان تبقى حر، طول ما انت عليك ديون مش هتبقى قادر تاخد اي مخاطرة، يعني مثلا لو ما بتحبش شغلك هتبقى مضطر تكمل فيه غصب عنك عشان مديون، ولو عايز تطلع سفرية حلوة هتكنسل لحد ما تسدد اللي عليك. حتى لو عايز تغير شكل بيتك، طاقة مهندس الديكور اللي جواك لازم تستنى شوية برضو عشان الديون. رابع حاجة عشان تعرف تنام وانت مش مهموم، ودي تسوى كتير قوي على فكرة، احنا قلنا هم بالليل ومزلة بالنهار. طب نعملها ازاي دي بقى؟ ايه الطريقة اللي نخلص بيها من الديون اللي علينا؟ الموضوع بسيط. اول حاجة لازم تسجل كل الديون اللي عليك بورقة وقلم كده، وتكتب انت عليك كام والمين وامتى مواعيد الدفع، ولو فيها اقساط بفوائد اكتب جنب كل واحد فيهم الفايدة كام، واحسب حسبتك عشان تشوف هتدفع كام. وفي النهاية جمع كل الديون دي وشوف انت مطلوب منك قد ايه كل شهر، وعلم على الرقم ده كويس قوي واحفظه زي اسمك.
تاني حاجة، شوف كده في ميزانيتك هتقدر تطلع مبلغ قد إيه شهرياً وتخصصه لبند الديون فقط. تالت حاجة، اتخلص من كل النفقات الزيادة في ميزانيتك. إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني لو مشترك في جيم ومش بتروح غير في السنة مرة، إلغي الاشتراك مؤقتاً لحد ما تفرق. ومش ضروري تاكسي في كل يوم، المواصلات العامة أغلبها أصبح مريح، وللمشاوير الطويلة المترو بقى بيودي في كل حتة. كمان الخضار والفاكهة من الأسواق في نفس جودة ونظافة السوبر ماركت الكبير، انزل بنفسك هات حاجتك، هتلاقي في فرق في السعر يعمل شوية توفير. القصد يعني نشوف بدايل طالما متاحة. خامس حاجة، بعد ما تقرطها شوية، شوف هل المبلغ اللي هيطلع من دخلك الشهري من غير ما تتأثر معيشتك هيغطي مبلغ الديون؟ لو خلاص ألف مبروك ونقفل الحلقة، لو لأ يبقى ارجع كده للورقة اللي كتبنا فيها الديون اللي علينا وتعال نفنطها ونشوف ايه منهم ممكن نأجله، ومين من الدائنين هنعرف نتفاهم معاهم انه يستنى عليك شوية، خصوصا لو كانوا افراد او اصحاب محلات مش مؤسسات زي البنوك. اما بالنسبة للبنك ممكن تكلمهم وتحاول توصل معاهم لجدولة بخصوص السداد، يعني ممكن تحاول تقلل الفايدة. منفعش؟ طب ما تيجي نطول المدة ونقلل قيمة القسط. هو ده مش افضل حل ماليا، انما حاول تجيبها يمين وشمال لحد ما تلاقي مجموع الاقساط اللي عليك يساوي المبلغ اللي هتقدر تخرجه من دخلك الشهري بدون ما يأثر على حياتك. ما ظبطتش برضو؟ يبقى نروح للخطوة السادسة، حدد الديون اللي عليها فايدة اكبر من غيرها وحطها اولوية في السداد. يعني لو في دين فايدته 15% اكيد ده لازم يتم سداده قبل دين فايدته 3%، وفي الديون اللي فايدتها صغيرة سدد المينيموم بيمنت أو الحد الأدنى للسداد. يعني مش لازم تسدد القسط كله، وبالفلوس اللي هتوفرها من الديون دي سدد بيها الديون اللي فايدتها أعلى، وهتلاقي بعد ما تعمل حسبة الأقساط كلها من تاني إن شاء الله هتظبط معاك. الخطوة السابعة، امشي على الحسبة دي شهريا لحد ما تلاقي نفسك خلصت من قسط أو دين عليك على رأس الورق اللي كتبناهم فيها. الخطوة الثامنة، ودي بقى أهمهم، اوعى تفكر ان الفلوس اللي وفرتها من سداد الدين اللي فات فرصة عشان تشتري حاجة جديدة. لا، احنا بس بنسرع عملية سداد باقي الديون، مش بنقدم وسيلة عشان نعمل ديون جديدة. وخليك ماشي على كده لحد ما تخلص من ديونك بإذن الله. في طبعا حل غير كل اللي حكيناه ده، وهو انك تزود من دخلك عن طريق شغلانة تانية بعد الظهر مثلا، بس الموضوع ده متوقف على حاجات كتير مش في ايدك وليها موضوع حلقة منفصل. فخلينا في الحاجات اللي في ايدينا، ومع كل اللي حكيناه بالترتيب ومع الوقت هتلاقوا الدنيا ظبطت معاكم. بس كده، دي كانت دردشتنا النهارده في عرض وطلب من العين بودكاست. ما تنسوش تسمعونا على موقعنا العين.com/podcast، وعلى مختلف المنصات ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، انغامي، وساوند كلاود. ولو الحلقه عجبتكم تعملوا لها داونلود وتقييم على السريع وقولوا لنا رايكم في الريفيوز. كنت معاكم محمد كامل، دمتم بخير. العين بودكاست، تسمع لترى العالم.